يعاني بعض الناس من أمراض مزمنة بمختلف الأعمار، وأكثرهم يتوجهون للعلاج عن طريق الأدوية أو المضادات، ولكن قد لا يطرأ على بال أحدهم ما الفوائد الجمة وراء الحجامة التي لا تكمن فوائدها على استخراج دم فاسد فحسب. البحث هو طبعاً يختص بمعرفة تأثير الحجامة على الألم المزمن، وهو يختص أيضاً بشيئين مهمين لمعرفة ما إذا كان هناك وقت معين للحجامة يكون فيها تأثير الحجامة أفضل من غيره، وكذلك لمعرفة أن الجلسة الواحدة للحجامة كم تستمر فعاليتها. ففي هذا البحث قمنا بأخذ جميع الملفات الموجودة في عيادة الطب النبوي، وكانت تقريباً ما يقارب 347 ملفاً، قمنا بفرزها، استخرجنا منها فقط الملفات ذات الأمراض المزمنة التي هي مصابة بالألم، الألم الذي للمرضى الذين كان ألمهم يستمر أكثر من 3 شهور. تقريباً خرجت لنا ما يقارب 117 حالة. قمنا طبعاً بهذه الحالات بتقسيمها إلى مجموعات، مجموعة بالنسبة لكل ألم، مجموعة تخص آلام الظهر، مجموعة تخص آلام الرقبة، مجموعة تخص أيضاً آلام الصداع والصداع النصفي. ثم قمنا باللي هو تحليل ما يسمى بالفاس سكور. الفاس سكور هذا درجة الألم. أول ما يدخل المريض إلى العيادة يتم سؤاله يعني بالنسبة للألم الذي يعني تشتكي منه من 0 إلى 10 كم قوة الألم؟ فوجدنا أنه متوسط الآلام بالنسبة لهذه المرضى قبل عمل الحجامة كان 7، اللي هو الرقم 7 بالنسبة للألم اللي هو من 0 إلى 10، حيث 10 الآن. ثم عملنا لهم الحجامة وطلبنا منهم العودة بعد شهر، وجدنا أنه يعني سبحان الله بعد الشهر في تحسن ونقص في الألم، متوسط الألم ينقص بما يقارب درجتين، ودرجتين تعتبر يعني شيء جدا عالي، يعني نحن نتكلم عما يقارب 20%. سن نبينا الكريم الحجامة في أيام محددة في الشهر لما في ذلك من إعجاز علمي، وصفه لنا الدكتور من خلال أبحاثه التي أجراها على عدد من الأشخاص. قمنا بعد ذلك بتقسيم المرضى إلى جزئين، جزء قام بأخذ الحجامة في الأيام العادية، وجزء قام بأخذها في أيام السنة. أيام السنة طبعاً هي المتواردة في الأحاديث 17 و19 و21، هذه مجموعة وهذه مجموعة. ثم قمنا طبعاً بتصنيفهم كالعادة، أمراض الظهر، أمراض الرقبة، أمراض الصداع المزمن، وكذلك الصداع النصفي. وجدنا يعني سبحان الله فقط الأشخاص الذين لديهم صداع يكون هناك نقص في تحسن كبير بالنسبة للمجموعة التي تعمل الحجامة خلال أيام السنة، بينما التي تعملها في الأيام العادية لا يكون هناك تحسن، يعني التحسن جدا كبير في أيام السنة. وهذا أيضا يؤكد أنه طبعا مصداقا للحديث، وأنه طبعاً وهذا شيء ليس مستغرب، هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعلم يفسر هذه الأشياء أنه هناك قوة جذب للقمر، وأنه هذه لها يعني تأثيرات على أمراض أخرى قد ثبتت، يعني أنها تؤثر على النوم، تؤثر على الأمراض النفسية، تؤثر اللي هو على يعني سيولة الدم، يعني من ناحية اللي هو المد والجذب. طبعا لا نستطيع أن نقول أن جميع هذه النظريات مؤكدة، ولكن في دراسات وجدت أن الميلاتونين قليل عند الأشخاص الذين يعني لديهم الصداع النصفي، وأن زيادته تؤدي إلى أن الشخص يتحسن. نحن نطمح إن شاء الله أن نعمل دراسة أكبر وتكون تجريبية ولمدة أطول حتى أيضا نثبت هذا الشيء، لأنه طبعا متعارف أنه كلما كثرت الدراسات على موضوع كلما زادت الثقة في النتائج، والحمد لله كانت جميع النتائج مبشرة، وكله طبعا بفضل الله ثم بجهود زملاء في الكرسي واللي هو مركز الطب النبوي.